انا نحكي لك اون انيكتود دوبي كو جيتي بوتي كي كنت صغير كانوا النصارى هنا انا كنت نعقل كانوا يديروا هما الريفيون تاعهم تاع برومي جونفي حنا كنا نقعدوا 12 جور ابري نديروا فن العام كنا نسموه العام حنا تاعنا ونديروا الدجاج نديروا نحمروا الدجاج نشروا المكسرات نشروا لي فروي قوي ومن بعد سا ابري دو لومبلور ابري ومن بعد سي دوفوني بوليتيك كي ناض هذا الموفمون تاع الامازيغ دخلوا يناير وعطاو له هذه التسميه تاع بصح الاحتفال تاعو الرمزي من كي كانت فرنسا هنا وحنا نحتفلوا به دروك رجع يوم عطله ويوم بيان سور التاريخ تاعنا دروك حنا نحتفلوا به هذا هو وانا وين مشيت انا راني مشلف وبالمناسبه نحيي كاع السكان تاع شلف مشيت لتلمسان وارن كاع نسمع بهم كل منطقه عندها عادات خاصه تاعهم اللي يديروا الشرشم اللي يديروا البركوكس اللي يديروا الطعام وهذوك المكسرات يزهاو الاولاد وكاع دوبي لونطون هذا هو انت يعني تحتفل تحتفل انا نحتفل باسكو ما نحرمش الاولاد من ذاك الحفل ما ندخلش في الدين حرام حلال سي با سا انا نفرح ولادي ولاد ولادي تليمو ياكلوا يلعبوا وهم في لافاتيسيت وشرح لنا في الحوايج الاخرى. يعني هي عاده من عادات والتقاليد الجزائريه. بصح العادات والتقاليد كاين اللي مفيده كاين اللي هكا غير الاسره كي تتلايم فيها الحب فيها الاحتكاك فيها تبادل فيها احسن. ماشي ملمه فوالا بيان دي هذه الملمه هذه ونتمنى لكم النجاح لهذه القناه تاعكم.